Sì. السادة الحضور جميعا لو سمحتوا كل واحد يستريح في مكانه، كل واحد يستريح في مكانه لو سمحت. في على مين المنصة هنا في كراسي مكانك. السادة الحضور جميعا نستأذن حضراتكم لقراءة الفاتحة لروح المغفور له بإذن الله تعالى النائب عبد الفتاح علي قاسم. ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين لهم منا ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله. بسم الله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته، صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته وتلمان الإسلام من سرابق المقام أمام منزل المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج عبد الفتاح علي قاسم عائلة آل البديوي، وذلك بحضور هذا الحفل الكريم المبارك احتفالا واحتفال لحفل زفاف الأستاذ قاسم عبد الفتاح علي قاسم. ندعو الله العلي القدير أن يبارك هذا الزفاف، اللهم آمين يا رب العالمين. مساء اليوم الأحد 18 من شهر سبتمبر في العام 22 بعد 2000 من الميلاد، وخير ما يحتفى به ونحيي به هذا الحفل الكريم المبارك بتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حاتم السيد الحرزاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك
صراطك واصطفاك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء و
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إن قالت الملائكة يا مريم إن الله
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا النبي، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين بشير. نبي رأته الشمس تعجبت، قالت ما الاسم؟ قال محمد. قالت رب أن قال كذلك قال كذلك الله بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له قال كذلك الله.
بشر قال كذلك والتوراة
الحكمة والتوراة والإنجيل. قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ونعلمه الكتاب والحكمة ونعلمه الكتاب والحكمة ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير
وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا ولكن خلق الإنسان من عجل دع الأمور تجري في أعنتها ولا تميتن إلا خالي البال من بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال وأبرئ الأكمه أبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ولما ورد ماء مدين حتى يصدر الرعاء
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ما
قد عليهم ولما ورد ماء مدين وجد عليه ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد
قال فلا نسقي حتى يخبر الرعاء. قال فلا نسقي حتى فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء نجوت من القوم الظالمين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء نجوت من القوم الظالمين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لنا فلما
رسالة قدسية ونجابة ومهابة ومفازة تعلو بها الدرجات، فانعم به عزا وخذ بضيائه قبسا ينير لك الظلمات في أحلك الطرقات. ويا من تستمعون صلوا على الحبيب المصطفى عليه أزكى وأفضل الصلوات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام والحياة نسمع ثاني على استحياء قال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما فجيءته إحداهما تمشي على استحياء. تمشي على استحياء على استحياء. وقص عليه القصص قال: لا تخف. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره. قالت إحداهما: يا أبت، قالت إحداهما: يا أبت، قالت إحداهما: يا أبت.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يزكى أو يزكى
يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة يا قلبي أنا مش محمود عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأما كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وأن لو سمحتوا لو سمحتوا لحظة واحدة بس الطريق أمامي كده أفتح الباب يا ابني لا عشان الدخلة كانت من هنا وإحنا الخروج من هنا بارك الله فيكم جميعا والحاج عبد الفتاح رحمة الله عليه كان صاحب الواجب في كل مكان بارك الله فيكم إحنا كنا جايين نأدي واجب والله عشان الراجل ده ليه معزة خاصة رحمة الله عليه وفي قلوبكم جميعا بارك الله فيكم والعاقبة عندكم في المسرات الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن آيات ذكر الله البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ حاتم السيد الحرزاوي أحياء هذا الحفل الكريم المبارك مع تحيات الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية سرادق والإنارة ديجل توليد بانوراما خلفية أولاد الشيخ رضوان حسن الشواولة مركز المنشأة محافظة سوهاج جمهورية مصر العربية هاتف 011-19-84-84-84 بالشاولة مركز المنشأة محافظة سوهاج من سرادق المقام أمام منزل سيادة النائب المقفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج عبد الفتاح علي قاسم بأولاد غازي مركز العسيرات محافظة سوهاج مساء اليوم الأحد 18 من شهر سبتمبر في العام
الثاني والعشرون بعد الألفين من الميلاد احتفالا واحتفال لحفل زفاف الأستاذ قاسم عبد الفتاح علي قاسم على كريمة الحاج محمود محمد العربي. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف، اللهم أمين يا رب العالمين. وتلمان والإسلام نشكر جميع السادة الحضور. الرجاء العملية لو سمحتوا بس العربيات بالنظام في الخروج يا اخوانا، في مفاتيح مدينة فيها مفتاحين، لو حد واقعين منا مفتاحين كده. الرجاء عشان العربيات في العملية التنظيمية، رجال التنظيم من الناحية الغربية بينظموا العربيات في الخروج. الباب يا اخوانا اللي في الناحية الغربية، الباب في الامام، الباب في الامام حبيبي. لو في مفتاح تاني ضايع، لو حد جه اخوانا يجيب النزاع. في هنا مفتاحين بعض، لو بتوع اي حد كده يتفضل شوف. ان شاء الله بالسلامة كده وشرفتوا، ويا ريت برضه الخروج يا اخوانا بالعربيات كده يكون بعملية تنظيمية. بارك الله فيكم جميعا. في مفاتيح واقعين، لو حد لقيهم يعني يجيبهم للي زعل. بارك الله فيكم جميعا، والعاقبة عندكم في المسرات نيابة عن الحاج راشد وابن اخيه سيادة العميد عاطف عبد الفتاح علي قاسم وأسرة آل بديه وجميع هذه العائلة الكريمة. نشكركم جميعا على حضوركم هذا الحفل الكريم المبارك. كل من يسمعني يترحم ويقرأ الفاتحة على روح المرحوم الشيخ عبد الفتاح علي قاسم. الفاتحة. بارك الله للعروسين وبارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وعقبال أبنائكم وجميع الشباب يا رب العالمين. الخروج إن شاء الله يكون عملية تنظيمية يا إخواني، لأن كلكم أصحاب مكان. بارك الله فيكم جميعا. بارك يا شيخ خيري، بارك يا أبو الشيخ. عبال أولادك الجميع يا رجالي، واللي ما تجوش عبال تجوز تجوز ثاني تجوز ثاني، بس لك ترى المختار روح الدنيا روح الدنيا عبال أولادك بركاته روح الدنيا عبال أولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ركز هنا.
لحظه مع بعض. بس يا باشا الحاج عبد الله اخو الحاج علي عليه رحمه الله، وده احمد الحاج علي الحاج عليس عشان